بسم الله الرحمن الرحيم. الله بالخير عليكم كلكم، إن شاء الله الكل يكون بخير وصحة وسلامة ورحمة من الرحمن الرحيم. اليوم جدا أسمع محاضرة لشخص أمريكي وخلتني الشغلة اللي قالها أنا سمعتها قبل طبعا أراجع عقليتي مرتين، اللي هي لو هسه يقولوا لكم أي شيء تدعين به في حياتك يقع ويحدث، شنو هي الأشياء راح تدعيها؟ زين إذا أنا هسه أقول لك من عندي، أي شيء أنت تتخيله هو يصير مثل ما هو أنتوا تتخيلوا، شو راح تسوون؟ شو راح تتخيلون؟ شو راح تدعون؟ تعرفون إنه هي هاي الحقيقة؟ إذا إحنا عندنا هذا اليقين انه اي شيء باذن الله ندعي هو رب العالمين حط لك هاي الفكره في عقلك حتى يعتبر نوع من السعي حتى تحدث وتقع. اما بالنسبه للتخيل فهو ايضا نوع من السعي، انه تستغلين الاشياء اللي رب العالمين سخر لك اياها حتى تحقق المطلوب اللي تريديه. قعدوا لما تدعون، أنا عن تجربة لما كنت أدعي لطفل الله يحفظهم ويحفظ أولاد الجميع وينطي لكل إنسان يريد، لما كنت أدعي لطفل كنت أتخيل أنه أكو صوت طفل دا يبكي يمي لما يدق الألارم قبل الفجر بساعة حتى أقوم أقرأ سورة البقرة، كنت أتخيل أنه صوته أتخيل. فتخيلوا وادعوا بنفس الوقت. صح كان الشيطان يجي يقول لي إنه أنت مستحيل، إنه فلانة صار لها أكثر منك وهي متدينة أكثر منك وهي ملتزمة أكثر منك والله منطاها وأنت راح ينطج، هاي كلها من الشيطان حتى يزحزح البيس ماتج، حتى يزحزح القاعدة، انت مستحيل وانت لازم ترضين بالموجود لانه هذا انت لما تظلين هيك علامه عدم الرضا، وهذا الخريط اللي ما الى اي دليل ولا اي معنى في القران ومو من رب العالمين، اللي الشيطان يحطه بعقلك حتى يخليك شويه تزحزحين، بس تزحزحتي زحزحت الثقه وما رجعتي على تراك راسا تضيع الدعوه من عندك وتروح وتمر السنين والدعوه ضايعه من عندك، اذا هاي دعوه الذريه او غير دعوه. هواي ناس يقولوا لي شن سوي للذرية؟ يا جماعة ادعي سوى للذرية أو غير الذرية، ادعي وصلحي نفسك، ادعي وتخيلي، يعني استغلي كل الأشياء الرب العالمين مسخر لك يا حتى توصلين. لما أنتوا تقولون قانون الجذب حرام، يا ناس يا عالم، رب العالمين خالنا قانون الجذب حتى نوع من أنواع السعي حتى نحصل الشيء اللي نريده، لأنه إحنا الله ما خالقنا في هاي الحياة الدنيا حتى بس نبكي ولا وشلون وأريد فلان شيء ولا وكل شيء مكتوب وماكو شيء يتغير، لا، رب العالمين خالنا في هذه الحياة الدنيا حتى نحقق المطالب مالتنا، نحقق الأهداف. كل إنسان عنده هدف، كل إنسان عنده طلب، تسوين هذا الطلب يجيك الطلب الآخر، تسوين هذا الطلب يجيك الطلب الآخر، ماكو إنسان يعني أنا أريد أقول لكم شغلة، إذا أنت بدون هدف أو أنت بدون شغلة معينة كبيرة تريديها هو هذا الأمل، زين رح تتأذين في حياتك، لأنه معناه أنه أنت ما عندك شيء تتجهيل إنا، ما عندك شيء تتعدلين على مودة. يعني إحنا لما نستقيم لوجه الله تعالى على مودة نحصل المطلوب، هيك رب العالمين يا جماعة، هيك رب العالمين طالب من عندنا. هسا تقولي لا مو هذا نعبد الله على حرف، لا حبيبتي تعبدين الله على حرف. أنا قلت شو وقت لما أنت تسوين عبادات معينة وبس رب العالمين ينطيك الشيء اللي تريدي، رأسا تشينين إيدك من الموضوع. الفكرة هي أنه الله مسخر لنا كل شيء في حياتنا حتى نحقق الهدف، إلا إذا كان الهدف سيء، إلا إذا كان الهدف يضر ناس، إلا إذا كان الهدف ياخذ اللقمة من إيد غيرك. تخيلي غمضي عينك وتخيلي
تخيلي لو انت شيلي 3D على السجادة، تخيلي يعني انت وبالصلاة. هسا راح أعلمكم طريقة. رابع ركعة لما تقولون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، قولي حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، أوكي؟ وبعدين ادعي. لما تدعين تخيلي يا أختي، حتى اللي ما تقدر تتخيل، أوكي لا تقدرين تتخيلين، بس تصوري إذا أنت وقعتي بهذا الموقف اللي أنت تريدي وصالك الشيء اللي أنت تريدي، شنو هي مشاعرك؟ والله العظيم يا جماعة سمعوني، شنو هي مشاعرك؟ شنو هي أحاسيسك؟ شلون راح تفرحين؟ هاي الأشياء، المشاعر والأحاسيس هي اللي بإذن الله مع الدعاء راح توصلنا. يعني الدعاء هو شلون يوصل يا جماعة؟ ليش يوصل الدعاء؟ شلون يوصل غير عن طريق الطاقة، عن طريق إنه رب العالمين دي يشعر بطاقتك؟ لعد شنو هو اليقين؟ اليقين هو طاقة، طاقة عندك داخلية إنه أنتي متأكدة هاي الطاقة لتوصل رب العالمين، انه انت متأكدة انه الله رح يستجيب لك، انت متأكدة انه الله ما رح يضيع تعب دعائك وتعب سعيك وتعب محاولتك وتعب اصرارك، ما رح يضيعها. هذا هو، هاي هي، احنا كنا طاقة يا جماعة، طاقة. هسه لما يقولك هسه هاي الشمس اللي يحطون هاي الطاقة مال الكهرباء، مال يعني حتى تتشغل عن طريق حرارة الشمس، ترى هي مو قصة حرارة الشمس، هي لأنه طاقة دا تيجي منها الشمس، طاقة الشمس دا تيجي. حتى هاي الشمس رب العالمين مسخرها لخدمتنا، حتى الكون، حتى الكواكب، كل شيء، كل شيء ما بين السماوات والأرض الله مسخرة للبني آدمين، لبني آدم. ليش مسخرة؟ حتى الأنجلز، حتى الملائكة، حتى يساعدوك تحصين الشيء اللي تريديه. وإحنا نشتغل عكس نفسنا، يعني احنا مسخر ان كل شيء وكل شيء اللي نريده المفروض يصير، وكل شيء ما دام ما بي قطيعه رحم وما بي اذيه وما بي حقد وضغينه واريد كذا واريد زين كل شيء. يعني انا دائما اقول لما ندعي، حتى انا لما كنت ادعي للذريه كنت اقول لكي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. فانتوا دائما لما تدعون ادعوا لكي نسبحك يا رب العالمين، لكي انه احنا نعبدك ونحبك وكذا. المهم فكل شيء احنا مسخر لنا، وقسم من الناس يروحون عكس، انا مستحيل واني كذا واني كذا، والاشياء اللي الله مسخر لك اياها. ها، فاني اطلب من الجميع وأطلب من كل الناس إنه يستغلون التسخير هذا. استغلي خيالك، استغلي. هسا تقول أنا صار لي سنين وابنين أتخيل وما يصير شيء، لأنه ما عندك استقامة، عندك غيبة، عندك نميمة، عندك حقد، عندك ضغينة. يعني بعيد عن السامعين، يعني مدى أقول للكل، يعني قسم من الناس. بس لو تستقيمين، لو استقاموا على الطريق لأسقيناهم ماء غدقة. ماء غدقة هو مو مي الشرب، ولا هو ماء، يعني جعلنا من الماء كل شيء حي، يعني كل شيء جنات هي من المياه، كل شيء اللي تريديه من المياه. يعني رب العالمين ده يوصف الخيرات اللي يجعلها بينا والأشياء السهولة مالتها مثل المي. فأتمنى أنه والله العظيم تستغلون وتدعون، لأنه حرامات تروح هاي الحياة وإحنا نريد أتمنى أريد كذا. ليش فلان؟ الله، فلانة زوجة هذا الأمير، الله، فلانة صار عدد ذرية، الله. لا، أنت تقدرين تكونين على قولت هاي أكو أغنية هذيك المرة شفت سمعتها، القدامك مثلك مثله بس شد حالك شوية فتشي. صح، أي أحد قدامك هو مثلك مثله، رب العالمين إحنا كنا خالقنا نفس الشيء، ترى سواسية، بس شدي حالك، شدي نفسك. عرفتوا حبايبي؟ شكرا وفي مال الله.